أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أرجو توضيح مسألة ضع وتعجل. هذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إجلاء اليهود ولهم ديون على الناس، قال ضعوا وتعجلوا، يعني نزلوا من المبلغ المؤجل وتعجلوا الباقي وخذوه، هذا لحاجة. نعم. ظرف طارئ بعض العلماء استدل به على الجواز، لكن الجمهور يقولون لا، هذا بيع دين مؤجل بدين حال، بمال حال، بيع دين مؤجل بمال حال ما يجوز هذا. نعم.